أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين. وخلال لقائه وفدا من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أكد أنه جاري العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفني، بالإضافة إلى تخفيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن إدارة وتعظيم العوائد.